عزيزة أصلاً هي إجت على بيتي بنفسها وهددتني. وليش ما خبرتني؟ عزيزي أصلاً ولك أنا بدي هلأ. أزاد استنى لا تروح، اهدى شوي، لهيك ما خبرتك. لو سمحت عود شوي. تعال. ما كنت بعرف، لو كنت بعرف كنت... لو بتعرف ما كنت وقفت وكنت رحت لعندها فوراً. أنا فهمتك أزاد، أنت شخص عادل وكتير طيب، بس بالوقت اللي واقفين ضدك عم يلعبوا بدون قواعد هالشي ببينك ضعيف. بالمختصر أنا ما بدي لا عزيزة خانم ولا انتقامة بحياتي. أنا اللي سببت لك وجع راس. هديك المرأة الشيطانة عزيزة، لك حتى الشياطين بتخاف من عمايلها. بس لا تشغل بالك، نحنا منحميك أصلا. هديك المرة ما بتخوفني أزاد، أنا عندي القوة لأقدر واجهها. لا مو هيك قصدي، بس إذا أنت صرت قاتل بعد كل تعبك للسلام، وإذا بلشت بقضية الانتقام السخيفة اللي تعبت لتنهيه، وقتها أنا رح أزعل. طيب وميران ساوى لك شي؟ مين أنت ولعك؟ لا أنا كتير خجلان منك. أنت ساعدت رجال مصاب، بس بالمقابل تخربطت حياتك كلها. أنا ساويت اللازم. شكراً لك. أزاد، مو على أساس رح تزمني لعندك على قتل؟ إيه طبعاً. اليوم المساء تعال إذا ما عندك شيء. إجي. لكن اليوم المساء منلتقي بقصر شاد أوبي. بتشرفنا أصلاً. بما انه ستي تنازلت لأعداء لتبعتني من هون، فأنا بالطريق الصحيح. شو عم تحاولي تساوي؟ أه؟ شلون بتطلبي الصلح بعد ما خليتيني أوس أزاد؟ يا لطيف قديش بتنتشر الأخبار بسرعة بميديان، لسه قبل شوي خبر نصوح. لا تهربي مني عزيزة خانم، أنا عم أحكي معك عزيزة خانم. يلا جاوبيني لأشوف، لا تهربي. من وين طلعت قصة الصلح؟ أنت ليش رحتي لعندهم؟ مو طلبت منك أنه تروح لعند جنول وسلطانة وأسماء وخليك فوق راسهم وأسسوا حياة جديدة مشان تحميهم وتحمي حالك والباقي ما حدا له علاقة فيه؟ بس شو ساويت؟ رحت وزتيت حالك بحضن الأعداء. لو إنك سمعتني ورديت علي ما كان صار اللي صار. أنا ساويت هيك مشان ما تموت ومشان ما يتأذى أي حدا منكن. طالما خايفة على حياتنا لهالدرجة، معناتها ليش خليتيني أويس أزاد؟ آه احكي، ليش سكتيني لما أجي هداك اللي اسمه أصلان؟ ليش ما كان بدك إنه قال شاد أوغلو يعرفوا إنه أنا اللي أوصله لأزاد؟ على أساس عم تحاولي إنه ما نموت وبنفس الوقت بتجيبي أجلنا لعند الباب. أنا ما عم بفهم يا ستي ليش هيك؟ لأنه أنا كنت رح أزد حالي قدامهم هديك الليلة. أنا كنت رح أخذ انتقامي بإيدي، فهمت؟ وكنت رح أدفع ثمن حياتي، بس أنت ما سمحت لي بهذا الشيء وحتى كسرت لي ظهري. أنا كسرت لك ظهري مو هيك؟ هلأ أنتي كنتي واقفة بنص البيت ولابسة أبيض مشان تموتي؟ ايه أنا قررت إني زدت روحي على الخطر مشان روحك يا ميران، وبعدين سكتت مشان ما يصير لك شي وما حكيت وخليتك تسكت. بس أنت شو ساويت؟ رجعت كمان. وهداك الولد يلي اسمه أصلان أو ما بعرف شو جابوه كمان وبلشوا معه لعبة جديدة، فهمت هلأ؟